رفضت وزارة الداخلية الفلسطينية الاعتراف بالجواز الذي منحه إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في غزة للدكتور يوسف القرضاوي ووصفته بأنه مزور. وقال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف إن جواز السفر الذي أهداه هنية للقرضاوي هو جواز سفر مزور بسبب إلغائه من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية منذ عام 2008. وقال إن جميع جوازات أهالي قطاع غزة تصدر عن الحكومة الشرعية وليس عن حكومة هنية المقالة. المتحدث الفلسطيني قال إنه تم التعميم على جميع الدبلوماسيات بأن الجواز الذي يحمله القرضاوي مزور وطالبت بإعادته لها.